إخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة في هذا البث الجديد لهذه الليلة. هذه الليلة راح يكون عندنا ضيف مميز ولأول مرة يخرج على الإعلام، واختار قناتنا حتى يدلي بشهادته ويسجلها للتاريخ وتبقى بصمة إلى حتى يعرف الناس والعالم من خان الرئيس صدام حسين الله يرحمه، اللي أكل من زاده وأكل من خيراته وخيرات العراق. بس للأسف أهل الغدر دائما مثل ما يقولون العضة بالإجلال والأقارب عقارب. قبل ما ناخذ ضيفنا العزيز نحب ننوه إن شاء الله في حلقة في بث مباشر راح يكون مرة ثانية الأخ أبو دلف معانا ليسرد لنا بعض الوثائق والقصص اللي وصلته واللي يملكها عن قناة الجزيرة اللي حصلوا على ملفاتها في المخابرات العراقية. وكان الشخص اللي يبتزهم شخص بمنصب كبير في المخابرات العراقية السابقة ومقرب إلى مدير المخابرات، وهذا الأمر راح نتركه للأخ أبو دلف لما يكون معانا. أخوي الغالي نورت هزاع، نورتم جميعا. أما الذيول والأبقار واللي ينبحون هنا وهناك من سليمان جذرية إلى فرس النهر إلى غيره، فنقول لهم انبحوا إلى يوم الدين، انكشفتوا وكشفناكم وراح نكشفكم. هذا كان مجرد مثل ما يقولون بالإنجليزي ستارتر، يعني بس المزات، العشاء بعد ما نازل، للمصايب والكوارث اللي وصلتني من بلشت أظهر هذه الحقائق للناس. وإذا كان أخونا ضيفنا العزيز أبو صدام يسمعنا، أرجو أن يتصل بينا حتى يقدم شهادته للتاريخ. فرح ننتظر، أو خلي أحاول أتصل آني عليه لأن عنده شبكة جدا ضعيفة. اللي قاعد يتصل مو وقت اتصالات هسه، أرجو منكم عندنا ضيف خلي يصعد وبعدين لا تتصلوا، مدى نحكي هندي قاعد تفتهمونا، أرجوكم من مؤمر الاتصال هسه. أي ضيفنا جاهز. السلام عليكم. عليكم السلام أبو صدام الغالي، حياك الله أخوي، أحييك وأحيي المتابعين جميعا. الله يحيي أصلك، الناس تنتظرك من الصبح بعد ما أعلننا بأنه راح تكون ضيف عزيز على القناة وعلى الناس اللي دي يتابعون.
واللي أرجوه من حضرتك تقدم نفسك أبو صدام والجو لك. تفضل. الله يبارك فيك. طبعا أنا قررت يعني بعد هاي السنين هاي الطويلة، لأن ما يلقى مثل قناتكم، مو مدحا لكم يعني، الله يبارك، ما يلقى مثل قناتكم، لأن أنا قبل هذا الأمر من نزل سليمان ما أعرف سليمان الجبوري، سليمان جدر، والله ما أعرف جدرية الجدرية. المهم وصل صوتي إلى وما اهتم بالموضوع، وخيش ينطاني بلوك زين، فحكيت للأمر بالله نعم زين، يعني قلت لاني بالنسبة لي أنا وأخي الأصغر مني، إحنا بالنسبة لنا زين قلب الحدث من جت الأموال نعم. لما صار قضبة الرئيس الله يرحمه نعم. إيه ف يعني هو يقول هاي الوثائق بالحقائق مثل ما هو يدعي وقناته نعم. زين الوثائق بالحقائق لازم يعني انه يسمع كل الاطراف بالضبط زين، يعني سلوان ما ذكرنا احنا ولا قال هذول وياي دفنا وطلعوا وسلموا اموال سلوان سلوان ما ذكر هذا كلهن. اقطع كلامك بخير ابو صدام. سلوان المصلد شي قرب لك اخويا، يعني اخوك من امك وابوك. نعم. وهذه شهادتك للتاريخ راح تسجل والناس راح يسمعوها من يعني من حلك. نعم. فتفضل كمل، آسف على المقاطعة. الله يبارك بيك. لأن تدري يعني بوقتها أنا من حكيت ويا سليمان جدرية أو سليمان جبوري. نعم. يعني تدري عرف إنه أنا ما عندي صناديق وما عندي أموال وما عندي فرد شيء. نعم. زين فما اهتم بالموضوع يعني زين، فقال هذا ما راح استفاد شيء من عنده، يعني هو الشغلة تجارة مو شغلة الحقائق بالوثائق مثل ما يقول ويسولف ويصفق. نعم. ويجي سلوان قاعد قباله نوب لابس قاطر باب نوب لابس عقال وغترة وشيخ سلوان وشيخ سلوان. المهم نعم احنا علينا انه نحكي الحق، لان هذا تاريخ ما يرحم احد. صح. ايه وراح ابدي اسولف لكم اسولف لك اسولف للمتابعين الكرام. نعم. شلون جت الاموال لنا. نعم. وشلون صار توزيعها زين، وشلون صار سرقة من الاموال. نعم. ايه أخوي العزيز، الأموال بدأت الحرب الأمريكان. نعم. على العراق، لأنه هجومهم الغاشم على العراق. نعم. قبل ما تسقط بغداد زين بيومين إجا عقيد محمد ويا فارس بن عم ياسين. عقيد محمد اللي هو أخوك الثاني، اللي هو أخويا اللي كان في العظمية مع الرئيس. نعم. إيه نعم نعم نعم. فجو علينا كل واحد صاعد بكم، هو ابن عمي فارس ياسين عمر. نعم. المهم السيارات بكامات اثنين، كل بكم فيها حمل ومضروبة شادر. مضروبة شادر. نعم. زين فدخلناهم بالجراج وقال لي يعني قال لي أخذ مصلط ابني. نعم. وصعد سيارة فارغة من السيارات الموجودة وصلوا لبيته لابن عمنا وصلناه. طيب. المهم فرجع من رجعنا جرني على صفحة عاني وأخوي الأصغر مني وبرهان وسلوان. طيب. يعني احنا الاربعة. فقال هاي السيارات بها اموال زين لازم تندفن هسه لان الوضع مو تمام. طيب. ايه تدري احنا كانت عندنا عوائل كثيرة، اهلنا من العوجة كلهم يمنا، ولد اختنا وكثير يعني ولد اخوتنا واخوتنا، فنخاف يعني من هاي الشغلة انه يعني تطلع وهذا وصير الامر بخطورة علينا يعني. نعم.
يعني طايله مو اموال يعني عاديه مثل مليون دينار او مليونين دينار او 10 ملايين دينار، ان شاء الله ملايين دولارات. نعم. اي فخليناهم ينامون زين، وبدينا اني واخوي الاصغر مني وهم اللي ويانا بدينا نحفر. طيب حفرنا داخل البستان مالنا حفره تتسع لهاي الصناديق، فكملناها يعني. هذا حفر احنا مستمرين به تقريبا من 12 بالليل لحد الفجر، يعني ان شاء الله صار مو هينا. طيب في اي مزرعه كانت ابو صدام؟ مزرعه ابوي الله يرحمه بالبعاجين. الله يرحمه. فكري يعني. طيب. فدفناهن طبعا الصناديق اللي جابهن عقيد محمد عددهن 14 صندوق. نعم. دفننا 12 فقال هذا اني حطوا ليهن على الكوشن يعني بالخانة اللي ورا اللي هي السيارة دبل الأمارة. نعم. خليناهن على الكوشن. وقال محمد قال هذا اني بيهن عمره اثنين انه نسلمهم بيد حميد المحمود. طيب. ايه الصندوقية. المهم اخذهن وراح وصل الامانة رجع. نعم. بعد يعني صار الاحتلال وصارت الهوسة وصارت الامر. قعدنا احنا هالمجموعة برهان وسلوان محمد واني واخوي الاصغر مني. نعم. قال هذا انه ما يظل مكان واحد، اذا جو الامريكان ونبشوا راح يقضبوهم قضبه واحده كلهم شيلون شيله واحده زين. الامريكان تدري بهم ان ينبشون يدورون اسلحه ويدورون. المهم انه راي سليم قضبنا. قلنا وين وديهن؟ قال نحطهن حول بالحديقه مال البيت كل ثلاثه نحطهن بحفره. طيب. فقضبنا وحفرنا حفر بالليل زين. كل حفرة تتسع 3 صناديق وحطيناهن وزعناهن على كل حفرة 3 صناديق يعني 4 حفر كل حفرة 3 بقى 12 مليون دولار. طيب. العفو بقى شلون بالله 4 3 صناديق ب3 صناديق 3 صناديق ب3 صناديق كل صندوق 4 مليون دولار. طيب. يعني هتوهم. فحطيناهن. بدت الأمور مثل ما يقول يعني شوية السوء والأمور قامت تخوف. فجاء عقيدة محمد بوقتها. نعم. قال حفروا تنطلع من أدهن من 3 يعني حفرة بها 3 طلعنا من أدهن. نعم. للصناديق. قال ها صندوق راح أوديه لعبد المالك الملا الشعب أمر. نعم. فبقى صندوقين هذا بغرفة الفرس. طيب. المهم وراء فترة من الزمن داهموا للأمريكان أخذوا أخوي الأصغر مني. نعم. شالوه راح. فأخوي من المعتقل يعني هو ما عرفه راح بغير اسم ما عرفه يعني الأمريكان إنه هذا أخونا. بوقتها كانوا أكو عمال من الرمادي أو ما أعرف عم سلوان البيت يسوون بي. نعم. زين فداهمونا. المهم أنا قدرت أفلت سلوان مو موجود أخذوا أخوي الأصغر مني. نعم. فدزلنا خبر بوقتها قال من المعتقل طلع واحد يعني بداية الاحتلال ما حد يطول أكثر من شهر بيهم. صحيح. عاش يوم هاي بداية الاحتلال الاعتقال يعني فترة قليلة ويطلعوا للواحد. فدزلنا خبر قال ويا ولد طلع من المعتقل قال الغراض الموجودات بالحديقة لا تخلوهم يعني. نعم. يعني الظاهر يعني سالية أو شيء. المهم قلت للسلوان إحنا عدنا 1000 مكان خلنا نشيلهن نحولهن وهاي أمانة كبيرة. نعم. زين ما دام هو دزلنا هيج خبر نحولهن ما نخليهن. والله العفو الحكي بالتفاطين قبل ما يتقل أخوي.
نعم يعني فترة طويلة 20 سنة مو شوية. صح. آه. أخذ راحتك على آه. كيفك حتى تتسلسل. إيه آه. تمام. قلت لك ودى صندوق عبد شو اسمه عبد الخليل من الشهاب. المهم راح ظل صندوقيا. تهزم الأمر علينا. تهزم الأمر وصارت الشغلة ضنكة علينا مثل ما يقول. نعم. فجاء عندنا احنا جار حوالي الاستاذ مالنا، سوينا غرفة زين يعني يعني نقعد بيها زين وما نطلع تعلم ما حد يشوفينا وهذا. المهم محمد قام يروح يطلع يروح ويرجع. المهم جاء قال اريد اشيل الصندوقين البقن بالغرفة مع الفرس. زين جاء هو وصاحبه ويا واحد صديق. نعم. اي فقال اريد قال لي انا وسلوان طلعوهن حضروهن زين. نعم. وايش قد الفتره تحفرون بها؟ طلعوا. قلت له والله ما اعرف نص ساعه او ساعه ما اعرف بالضبط. قال المهم حضروهن وكملوهن زين وانا راح اقفلكم مسافه بعيده بس اشروا لي انا اجيب السياره واجي. طيب. اشيل الحديدين. يعني بأي دقيقة يدهمونها الأمريكان قاموا كل ساعة يدهمونها كل ساعة يعني كل ربع ساعة كل نص ساعة ما تعرف بأي دقيقة يجون. طيب. بثنا الحفر طلعتهم. شو سلوان فتح الصندوق كان يطلع 100,000 دولار. نعم. كان يقول لي هاي أضم صفحة. شنو الموضوع ما عرف. قلت له شنو هاي؟ قال ضمها بعدين أفهمك عليها لا تمد السؤالف والله. نعم. رحت أضمها رجعت عليها زين قال لي خلي يجوني أنت يشيلون. المهم شالوها أنا مشوا هذني. طيب. فشالوها. المهم طاري هو ما أخذ 100,000 دولار النوب زين يعني 200,000. 200,000 واحدة كانت عندي واحدة ضامة جوا الجرة ما أدري بيها ولا قال لي عليها. نعم. اللي عندنا فلاح بعد ما اعتقلوني قال رحنا أنا وياه وطلعناها من جوا الجرة طلعنا 100,000. نعم. إيه فقبل أخويا بالمعتقل الصغير فإيش قال لي لا قبل ما يعتقلوا إيش قال؟ قال أريد نحول 6 بس بدون علم محمد عقيد محمد بحد ما يدري هذا سلوان. سلوان. نعم. قلنا له زين ليش ما ادري؟ قال والله يعني متمت بكلامه قال على مود يعني خاف احد يلزم مثل محمد يلزم وليش يندلهم كلهم ندلهم بس احنا واحنا ان شاء الله ما حد يعترف من هالسوالف. زين. هو قال هالشكل قال هالشكل يعني اقنعنا بهذا الكلام زين واحنا تدري اخوته اصغر من عندنا نسمع كلامه وكنا ببيت واحد نعم زين وما نطيعه يعني احكي لك الصحيح ما شو يقول لنا اللي يقول لنا شطوا بالنار نشط ما عندنا مشكله نعم فقال لنا اقنعنا بهالامر. المهم قمنا حولنا الست صناديق كانت بدايه الحديقه منا حولناهن بنهايه الحديقه بغير مكان. طيب. حولناهن هذا عقيد محمد ما يدري بهذا الأمر. المهم بعدين قال له ها والله ترى حولت الفلوس أنا على غير مكان. عقيد محمد زعل قال ليش تحولهم بدون علمي؟ هاي أمانة هاي مال مقاومة زين باكر أنا أسأل عليهن أنت على أساس تحول بدون علمي؟ فهو الظهر هو سلوان عندل يعني لا نيته مو صافية بالأمر أما إحنا لا والله زين. فالمهم قال لي وين حولتهن بالضبط يعني بيا مكان حولتهن. نعم. فودعها على مكانات وهمية. طيب. ما ودع على مكانات الأصلية اللي هن بيهن ما ودع عليه. ودعنا على مكانات وهمية. طيب. ايه. فدلال محمد خومة يعني يقوم يحفر تا يشوف. اي ثقة اخوة صحيح. ما يعني ثق به ومثل ما يقول بس يعني محمد راج من هالأمر هذا. المهم صار اعتقال أخويا شوف الحكي بالتفاطين
اعتقلوا لاخويا العقيد محمد، اعتقلوا اخويا الاصغر مني، اول واحد هو اعتقل اول نعم. واحد نعم. المهم قلت لك سلوان اخ يعني مديده على فلوس هذا الني، وبعدين عاد محمد خوما يقوم يحسب شال انه مشى زين زين، وودهن على صاحبه بتكريت صاحب له نعم اللهن يمه اللهن يمه زين. فبعدين من قاعد وما اكل شيء وهذا فتح الصندوق حسبه طلع نقص بالفلوس زين. فانا ما يعني ما اعرف انه سلوان شو شلون اخذت الفلوس، ما اعرف يعني انا عبالي بامر او فد شيء. فانا قاعد قال له محمد سلوان قال له قال اكو نقص بالفلوس، هذا الصندوق بي نقص ب 200 الف دولار نقص. سلوان جوابه قال انا مش مدريني ما ادري نعم اذا اكو نقص ما ادري. فصار السرقه يعني ما بيها مجال الموضوع، صار بسرقه من مديد على 200 الف دولار، وبعدين حولنا الفلوس بدون عن عقيد محمد. يعني هو كان عنده نية انه هذا النية يخل يعني ياخذهن الستة، اما هذا النية يندلهن العقيد وموضوعهن منتهي. طيب المهم طلعنا السامرة جميل. وصارت المطاردات بينا هناك بسامرة نعم صارت طرد بينا اي. فهم اكو نقطة داهمون هناك اللي جو فلوس بقاصة تقريبا مليونين دولار الى 50 نعم. احنا ما ندري يعني ما ادري القاصة ايش بيها، يعني ادري بيها فلوس بس ما عبالي هيك مبلغ نعم اي. ف ظل مليون عنده قد محمد مليون دولار نعم. قال له سلوان قال له هسه تودي انا وين اوديه، احنا صرنا مطاردين وين تودي هاي الفلوس. المهم وديهن لعمنا الرئيس الله يرحمه طيب. فاخذ مليون دولار وراح. بعد يومين او ثلاثه زين صارت تقال الرئيس الله يرحمه علنا والامريكان انه لزمه ويا 750 ألف ألف يعني الفلوس هاي تدري رئيس الله يرحمه هو حسب قوله يقول أنا بس أنا وياه، أو حتى الرئيس قايل له قال له أنت عايش بدي هاي مبلوة علي ما أريد أحد يعني قال له ما أعرف أنا ودينا المهم به النقص هالقد. طيب فأحكي لك عاد مرحلة الاعتقال مالتي نعم يعني. وبقيت المبلغ ال 6 سنواتي. وين اعتقلوك وكمل بلا زحمة أبو رسول؟ ايه اعتقلوني بالنعمة منطقة اسمها النعمة بين يعني هي تابعة تكريت قريبة على الدور نعم ايه. ف قاموا يطاردون بين الامريكان المهم بقينا هي بهذا المكان. الفلوس لحد هاي اللحظة يعني لحد ما احنا مطاردين موجودات طيب المبالغ موجودة كلها موجودة على دفنة ما حيندلها ايه. المهم اعتقلوني الامريكان وكان ياخذوني انا، وطبعا هو اتهمني انه اني اخذوني انا وعقيد محمد ودلينا على الفلوس اتهام باطل، لان احنا عندنا شهود بهذا الموضوع زين محمد موجود وانا موجود ايه. من هو اللي اتهمكم ابو صدام؟ سلوان على قناه سليمان الشدريه ايه. نعم ايه يعني جاء ذكرني انه انا زين انه انا سلمت الاموال وانه هيش هو طبعا قام يريد يتخلص مني او يتخلص من اخوي الاصغر مني وراد يتخلص من عقيد محمد باي طريقه. طيب كل واحد لزق له مثل ما يقول سالفه نعم. زين ايه نصبح زين مثل ما يقول مثل ما اتهمنا بامور غير امور وكتب علينا تقارير وما خلاص ما نقدر احنا لا نرجع العراق ولا شيء بسببه هو طبعا
أراد إنه يكسر رقابته هو يتنعم هاي الأموال زين، وأزيدك علم إنه هو من صار الاحتلال بيتنا إحنا شنا ما متعازلين ما بيغير 300,000 دينار عراقي. هذا كل زين. الملكية كانت كفلوس زين، أما مزارع عندنا خير من الله زين، بس كفلوس 300,000 دينار عراقي نعم ما نملك غيرها زين. زين خذونا أنا محمد صحيح وبس هو أنه هو معتقل، أن أما أخوي الأزهر مني معتقل وعقيد محمد معتقل وأنا معتقل زين، وهو ظل طليق ما معتقلي. المهم ودونا نعم، أنا ما أكذب عليك أنا ما اعترفت على المال زين ولا محمد يندلهن ما يندلهن محمد، تنقول مثلا محمد إنه يندلهن ودل عليها طيب ما يندلهن صديق ما يندلهن زين، ففوتونا فرونا بالحديقة مال البيت. المهم شفتهن موجودات نعم أي بعد حالي من فترة قليلة كم يوم زين، وأخذونا زين رجعونا. أنا ما مطمئن الفلوس موجودة، ظل هو الوحيد. إحنا نتهم كنا إحنا نتهم إنه هاي الصناديق هو شالهن ومشي ما ظل طيب. هو راح السوريا ودليل على كلامي يعني أنا أعرف إيش أخوي ساكن وياني بالبيت وعارف إيش عنده معه زين، منين جاب لقيته بالبشامل الشقة شلون والسيارة شلون ولا هذا. المهم عرفت انه وضعه تمام زين رجعنا عاد بوقتها نعم قامت تظهر عند الاموال وتظهر على تركيا وعقارات زين وسيارات وابنه يطلع عطى الدفاتر وبارز عضلاته زين، ومين جاب هاي الاموال انا عارفه من خلقت على الدنيا زين. نعم. ولا عنده عقار ولا عنده تقاعد ولا عنده فرد شيء زين، منين جاب هاي الأموال زين، هاي الأمر إنه أنا أتهمه به لأن هو إحنا ما اعترفنا على الأموال ولا شاء أحد ولا الأمريكان شالوا هاي الصناديق. طيب حضرتك تقول بأنه عندكم مزارع أو يعني كان عندكم خير من الله نعم راح يسألك واحد يقول لك يجوز باع المزارع وأخذ هذه الفلوس، شنو جوابك على هيك السؤال إذا ورد؟ أجاوب أنا هو بقى بسوريا وأني رجعت على العراق نعم. وأني بعت المزرعة واحدة من أدهن بعتها لأم السيطرة نعم. زين مال كركوك بعتها ب60 مليون نعم، وصرفتها رممت البيت لأن كان مقصوف زين ومحروق زين، ورممته واشتغلته من هاي 60 مليون كان بيدي طيب وبأمر من عنده. هاي أجاوب عليها طيب. ومزرعته الأخرى احنا 4 أخوة بيها نعم. زين بعناها ب50 مليون كل واحد جتة من هذا 11 مليون نعم. زين يعني شيء مثل ما يقول بسيط يعني بسيط 60 يعني. مليون صح. شنو يعني هذا النهم فلوس مو فلوس زين، أما بعد الأمر هذا هو صار عنده روح شوف وضع تركيا قبل ما يطلع تركيا زين، يعني شيء خيالي زين شيء خيالي مثل عبد الملك وربعه نفس الشيء، وهذا من 200,000 دولار والله على يدي واقسم عليها يمين زين بدون عمل ودز لك صوتية زين أو يخابرك محمد يقول لك هذا كلام أبو صدام مضبوط نعم. طيب هذا حضرتك وكل أخوتك اعتقلوهم، ليش هو ما اعتقلوه؟ والله ما أعرف، وظل مطارد زين مع اللزم ما أعرف ليش هو ما اعتقلوه ما أعرف يعني بالضبط، كان ممكننا مطاردين يعني سويا نعم. زين هل فعلا هو كان فقط 3 شهور يعمل كساعي بريد بين الرئيس وبين نعم. بس هذا الوقت نعم. يعني نعم. هذه نعم. المعلومات دقيقة يعني المعلومات دقيقة وصحيحة زين، هم أخذوا محمد عقيد محمد أخذها علي زين قال إحنا معروفين طالعين على التلفاز ومعروفين
زين، فأي مكان أنت حضرك بيه إحنا متشوفين. طيب. بس سلوان زين كان بالحماية مع الرئيس، بس خط ثاني حراسات ما معروف، لا طالع تلفزيون ولا الناس تعرفه مثل ما يعرفون عقيد محمد وعميد ردمان الله يرحمه وخليل، ما هذول الناس مبينين معروفين كانوا معروفين، فاختاروه زين سلوان، لأن أول شيء سلوان مثل ما يقول ما حد يعرفه مثلهم. طيب. هاي أول نقطة. ثاني شيء سلوان زين شبه أمي يعني ما يعرف يقرأ ويكتب، لا يقدر يود البريء زين بدون ما يقرأ يعني هذا العرفة زين. طيب. وكان يعني بالأسبوع مرة أو مرتين هو وياه يعني قاعدين مكانات مثل ما يقول نهزمين بيها، لأن احنا مطاردين. نعم. زين مأمنيها لنفسنا نأمن بيها زين، فيروح دقيقتين يعني يود الشغلة البريد ويجيب بريد، وهاي هي أكثر من هذا ما عنده. بس شفت أنا على قناة سليمان جدري زين يعني ما أعرف يحكي مقاومة وقائد. إيه هو هذا السؤال الثاني يعني، كان ومسمي نفسه شيخ، هل فعلا هو شيخ على يا نعم. عشيرة أو شنو نعم. دورة أي نعم العشيرة بيها شيخ واحد نعم، والفخاذ عليها رؤساء معروفين مثل عدنان إبراهيم أخونا زين هو نعم. المسؤول عن فخذنا يعني نعم. ما هو من يمدح زمان الجبوري قال سلوان شيخ وشيخ وشيخ ويلمع ويسوي، هذا ما في هذا الشيء يعني. سليمان حسب ما نعرف يعني هو مبتز، وأي واحد يبعث له فلوس يجمل له صورته ويجمل له كذا، يعني العلاقة مادية بيناتهم لتلميع صورة سلوان لإخفاء سرقة أموال المقاومة. نعم وهي مبينة إن شاء الله، أنا من حكيت وياه نعم. زين يعني ما يريد يسمع مني، يعني ما يريد يسمع مني، يعني أنا قلت له أنا ويا سلوان من بداية الأمر لنهايته، يعني حتى الرئيس اللي زم قبلي أني نعم. زين سلوان من يطلع يحكي زين ليش ما يقول أنا كان وياي أخويا ليش؟ يعني يعرف إيش راح أحكي ويعرف إنه أنا أعرف إيش عنده ما عنده نعم. وش أخذ وش سو يعرف، فلهذا ما راد ولا واحد من عندنا إنه يظهر زين. واحنا حقيقة ما نخفي عنك، احنا ما يعني لو ما انت وقناتك الشريفة وهذا احنا ما نطلع، يعني احنا ما نريد واحد زين يدور شغلة مصلحة وعلى مدمال او ما، لا احنا نريد نحكي الحقيقة الصارت كلها، ونريد واحد يسمعنا ونريد واحد يوصلها للناس، لان الناس تريد تعرف الحقيقة صار 20 سنة مو شوية. صحيح. وانا هذا ليش انا طلبت، يعني انا ناس يطلبون نسوي مقابلة أو كذا، أي شخص مثل حضرتك أو كذا أقول له لا أطلع بث مباشر حتى لا أخذ تسجيل منك بعدين تقول قطعته سويته ومونتاج، لا أطلع الناس راح تسمعك، الناس راح تعرف بأنه أنت أخ لسلوان وعمل بيك هيج، فكيف إذا بالرئيس؟ وهذا راح يحط هواي علامات استفهام، يعني هسه بدت علامات الاستفهام وسلوان وكل هذه الأمور راح تفتح دفاتر كثيرة ويعني علامات استفهام كثيرة، وراح يصير بها تحقيق، فلا يتصور سلوان أو سليمان راح يفلتون من هذه العملية والله لأن عندهم أموال، لا أكو ناس لحد اليوم شرفاء راح يطاردوهم راح يطالبوه، هذه مو فلوس سلوان ولا فلوس الشعب. فلوس الشعب زين فلوس الشعب، والرئيس صدام خصصها خصيصا للمقاومة، هو ما ماخذها، والرجل لو الله يرحمه يريد يطلع، الشيخ زايد الله يرحمه عرض عليه يجي على الإمارات دول كثيرة، قال لا أنا عراقي ولدت بالعراق وموت بالعراق، هذه كلمته ولا لا؟ نعم هي هاي كلمته، ما قبل يطلع خارج العراق نهائيا، قال انا عشت بالعراق اموت بالعراق، فهذه كلمته،
فحرام اللي صار يعني اللي أكل من خبزة ودارة وهذه نتيجة تكون الطعنة تيجي من أقرب الناس إلى يعني شغلة يعني كارثة زين يصير بالرئيس يعني مثل هذا الأمر كارثة بس هاي جسم يعني. أخ أبو صدام عندك أي شيء ضيفة معلومة نسيتها تحب مرة ثانية تخرج إذا تعبت حاليا وأكو أمور ثانية تليفوني عندك أي وقت تحب تتصل بي نسوي بث ثاني إذا تحب إذا معلومات نسيتها مثل ما قلت حضرتك 20 سنة هذه 20 سنة مو قليلة صحيح وإحنا كبرنا شوية ويا الذاكرة هم تكبر صحيح. ويانا الذاكرة مفتوحة أي الذاكرة صفر يعني شوف الثاني أحكي وياك نعم يعني أنسى شيء وأرد أتذكر شيء لين فترة طويلة والله يساعدكم الله يساعدكم بما عمل فيكم يعني أنا عرفت القصة وعرفت اللي عمله بيكم وشدع عليكم ويعني الله يساعدكم أنتوا وعوائلكم الله يسلمك يعني إحنا هسه شوف يعني هسه مو إحنا مو مثل ما هو هسه قاعد فيلا زين مو ذيك شيء معروفة وقاعد لا يطلع يشتغل ولا فمرتاح مثل ما يقولوا فلوس عنده ومتونس أما إحنا يعني يشوف هسه الوقت عندك أنت يختلف عن الوقت مالي أنا هسه الوقت زين يعني نص ليل مثل ما يقول ما ضل شيء للصبح صحيح إيه ونقعد الصبح وملتهين بالحياة هاي المتعبة زين بسببه هو طبعاً أني بسببه هو زين لأن هو أوشى علينا بكثير أمور ودز علينا كتب كثيرة وزين وأذانا من كل النواحي ولزقنا تهم باطلة زين الغرض أنه يتخلص من عندنا بأي طريقة إحنا الثلاثة بغرضه يتخلص من عندنا عقيد محمد زين وأخوي الأصغر مني وأني زين هذا الغرض زين راد إنه من يعني ينهينا على آخر ما نطلع بهيج مثل لقاء ويا حضرتك ونتكلم الحقيقة في يوم من الأيام. طيب هل أي مال من اللي خصصه هذا السؤال هسه من الناس اللي ديشادوا أي مال من اللي خصصه هي. الرئيس الله يرحمه وصل فعلا للمقاومة ولا كله باق؟ والله وصل شيء قليل للمقاومة والباقي كله باق. لا حول الله. أحكي لك الصراحة. لا حول الله. زين. يعني حتى يسمعون الناس يقولون ليش سقطت بغداد. الأموال مباقت. زين. يوصل شيء بسيط للمقاومة وهي هاي فلوس المقاومة. زين الرئيس من سحبها ما سحبها إنه تتنعم بها. صح. أبو عمر. صحيح. زين الرئيس راد إنه هاي زين يقاوم بها. زين. فمع الأسف ما صارت هاي الفلوس بأيادي أمينة زين ويحافظون عليها زين لا كل من شالت دخل ومشى وأنا عندي أسماء زين لا أبين لك يا أسماء لأخذوا وباقوا وانهزموا برا وإن شاء الله بحلقة ثانية أوعدك أوعد الجمهور زين إن شاء الله زين إحنا عدنا زين يعني كثير ناس أخذوا زين وتأملت يمهم أمانات وراحت زين نعم إيه زين أوعدكم إن شاء الله بحلقة ثانية الله يسلمك يعني راح تذكرنا أسامي السراق الباقين حتى يعرف الشعب نعم. العراقي ليش العراق سقط بهذا السرعة وانتهى نعم. كل شيء لأن الكل باقت الكل كان همها نعم. الدولار ولا يهمها نعم. رئيس ولا يهمها شعب وأخذوا الفلوس ليتنعمون بيها وبسببهم نعم. هذول الحرامية وصلونا لجدة و نعم. يعني مثل سلوان وهذا سليمان جدرية وهذول الناس اللي قاعد يتاجرون باسم الرئيس لليوم ومفتوحة قنوات باسم الرئيس ومفتوحة قنوات وهم يسدون بثوثهم أو فيديوهاتهم يسبون الرئيس من الصبح لليل ومن ضمنهم هذا سليمان جدرية
من كان يتصل بي أقسم بالله كان يسب صدام حسين مسبة ما يلبس توب عليها. صحيح مبين والله هو أبو عمر مبين. أنا من هجت وياه مرة واحدة عرفته هو شنو، هو يسمعني هسه عرفته هو شنو. لا رادني أتكلم الحق زين، ولا قال السلوان تعال أنت شلون جاهز تسولف لي قصة وسوي بطولات زين، وأنا سويت هيك وأنا سويت هيك وأنا سويت زين. احنا شنو دورنا عجل يعني، احنا شنو دورنا انا واخوي الاصغر مني زين ومحمد وخليل، يعني احنا شنو دورنا احنا بهذا الموضوع يعني. الدور بس له هو 3 اشهر زين، مثل ما قلت لك زين يودي لا يلا لا علاقه بمقاومه ولا لا علاقه باي شيء جهادي، هو مجرد انه ودى هذا البريد زين ويجيب هذا البريد ويلف راسه وينام. اما هسه طالع لي على القنوات زين ويسولف ام سليمان جدريه وربعه انا سويت هيك وانا سويت هيك وانا هيك زين، انت بسويت هالشكل وتقول شفت المكان مال الرئيس الله يرحمه زين، تنظر فوق قنابل هذا وين مجموعتك مال المقاومه كان هجمت فكيت الحصار عند الرئيس صح ولا لا؟ صحيح كان غيرت مكانه. ايه كان غير نقطة مهمة شوف الحكي يعني بالتفاضي. نعم زين انت من صغر الموضوع خطر ومحمد عقيد ومحمد طلع البغداد. نعم زين انت ليش ما بنفس الدقيقة طلعت على الرئيس؟ لان الموضوع صار خطر بعد ما بمجاب نهائيا. وجدت ورقة من اخويا برهان زين قال كاتب بيها بدلوا المكان، جبدلوا المكان. نعم زين من جدتك هالورقة المفروض تطلع على الرئيس، حتى لو تروح ما تسكنون ببيت، ما تروحون على بيت ولا تصلون بيت ولا بهالصحراء. صح هالصحراء زين بهالصحراء الإمام من مكان الرئيس ها زين، أنت ليش ضليتي يعني؟ هو مقصر بهذا الموضوع؟ لا مو مقصر أخ أبو صدام، مو مقصر، هو متعمد. لا مو متعمد يخلص زين. من الرئيس حتى يطلع اللي ضمه ويتنعم بي يقول لك احنا رايحين لا خليه يروح ونخلص من ولا شيء اسمه مقاومة، وبعد الفلوس ناخذها ونطلع. انا حتى حكيت لسليمان جبر قلت له هو سلوان من يطلع يبرئ قيس وربع قيس وهذا على يعني على شنو استنت يبرئهم من هذا الموضوع؟ مو انا طلعت فيديو على قيس شلون يريد يبيع قلم الرئيس وجدرية الرئيس والباس وفانيلة الرئيس ويعني ناس تجار يعني تجارة هاي إن شاء الله يعني باعوا للرئيس يعني هالشكل يعني صار كلهم باعوا للرئيس زين زين يعني هو وقتها أنا أقول ببالي هسه وسبحان الله ضارت يعني من بالي أقولها. فالمهم هو مسبب هذا الأمر، هو يعني المفروض من ضكت علينا وأنا وياه طبعا بكل هذا الأمر أنا وياه، وما ذكرني ولا قال أنا وياه يا أخوي زين وهو وياه يعني كان يجيب البريد، ترى أنا شدت أدفن بيدي أنا أدفن بيدي إلى البريد زين، ومن يريده أنطيه إياه يروح يوصله زين. ما ذكر هاي الأمور كلها ليش يعني، ليش ما يجيبنا بطاري زين؟ أنا من سألت لسليمان جبور قلت له زين، قلت له ليش سلوان ها يبرئ وما يجيب طاري أنا استضم البريد، وعلى شنو استند إنه يبرئ قيس وربع قيس؟ أنا ليه سلوان كان يقول لي من يجي مني أما الرئيس زين، يقول لي الرئيس ما مرتاح بالمكان زين، لأن قاعد يقول لهم الهذولة ربع قيس أقول لهم سد الباب الخارجي ما يسدون، يقول لهم لا تشعلون ضوء زين يشعلون زين. يعني هذا الأمر ليش كان يقول يا وقسم يمين علي صادق سلوى زين، أنت على شنو استندت أو على يا أساس أن تبرر قيس وعلى قيس من هالموضوع شو تبررهم يعني؟ ما تقلت آني يعني حتى أي محلل، حتى أبو صدام أخويك تاع كلامك، أي محلل حتى لو استوى متخرج من كلية شرطة ومخابرات أو تحقيق راح يعرف المسبب الرئيسي للأزمة الرئيس صدام حسين هو كان سلوان بانتظار أخذ الأموال والهروب
لين أقول لك العراق سقط، الأمريكان جايين لا محال، أحسن ما أخذ لطلقة أو أعتقل. دخلي ما وصل هذا الرسالة من أخوك حتى لا 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 يطلع من غير مكان، واتفاق مع قيس النامق مثل ما تفضلت حضرتك، يشعلون ضوء وما يسدون العارضة. فالعملية قامت تتوضح يوم بعد يوم بأنه هذول شلة عصابة مستفادين كانوا في ذاك الزمان واستفادوا في هذا الزمان. والله والدي هذا الحش هو المضبوط، هم هذولا يمشون على مصلحتهم، ما يهمهم لا رئيس ولا عراق ولا صار بالعراق وصار كل العالم. يعني هو العراق من وقع كل الدول، صح ولا صح؟ صح. وشوف هسه الوضع شلون طاير، هاي أربع دول سقطت وإيران ده تلعب شاطي باطي وراح تأخذ النووي وانتهى. إيه هم إنه يعيشون هم وعوائلهم برفاهية زين، ويدرسون ولدهم أحسن تدريس زين، ما همهم شيء من العراق، لا سلوان ولا غير سلوان، ما همهم هذا الأمر زين. همهم هذا الأمر كان بقوا، حتى الرئيس صار كان بقوا بالعراق وكان ضلوا زين، مثل ما يدعون انه احنا مقاومنا واحنا سوينا واحنا هيج، فعم بقوا الجهاد في سبيل الله وقاوم المحتل، يبقى ليش ينهزم ويروح يعيش ويشتري شقة ويشتري سيارة اخر موديل زين ويعيش برفاهية وهذا الجهاد؟ اذا انت ما انا مو مجاهد، انت جنت زين تنتظر زين هذا زلمة يروح عن طريقك تسرق ماله وتتنعم بها، صح ولا لا؟ ما هو هذا أي مثل ما قلت لحضرتك، أي شخص يحلل الموضوع بهذه الطريقة هو كان سبب، يعني الأول بإلقاء القبض على الرئيس، لأن هذه القصاصة اللي أخوك كتبها بأنه غيروا المكان، هو ما وصلها متعمد حتى يلقون القبض على الرئيس، وهو بحجة والله أنا مطارد أخذ المالات وأطلع وانتهى الفيلم، ولا عراق ولا نضال ولا ثورة ولا مقاومة، وينتهي كل شيء وأخذ الأول والتالي، وهو هذا الفعل اللي صار. هو هذا اللي صار. طيب أبو أخويا، نعم أخويا برهانك كلامك بالخير، صار لما كان جامعين الشيوخ العشائر وقال لهم صدام حسين يبعد عنا 5 كيلو يعني من دليل المكان، صح، فدز رسالة غير المكان. يعني انت لازم زين اذا انت صحيح وفي الرئيس الله يرحمه عندك وفاء زين وما طمعان بشي زين، تروح زين وتاخذ الرئيس، وحتى لو تسكنون بالجبل باي مكان زين، اكو من العراقيين كثير شرفاء والرئيس بينطو زين، امشي اروح ما اخلي بهذا المكان زين، عجل انت تنهزم وهسه قاعد تحكي لي على البطولات وتحكي لي على هذا، انت تنتظر هسه الرئيس يزول عن طريقك تنعم هاي الفلوس زين، وانا هسه اوجه له من هاي قناتك الشريفه زين، هو منين جاب هاي الاموال؟ هل هي يطلع يحكي مصدرها منين هاي الاموال الجاهزه زين، وانا اقسم لك يمين بيتنا ما بي غير 300 الف دينار عراقي صادق زين، منين جاب هاي الاموال؟ منين جابها؟ نعرف منين جاب زين، لو ما اخذ الصناديق زين وكنا احنا نتهمه بهذا الامر زين، 6 صناديق يمة زين، لا اني ولا اخوي الاصغر مني اعترف عليهم زين، ايه واخوي الاصغر مني يشهد بهذا الكلام زين، وعقيد محمد طلع وياي زين، والله العظيم دينار ما انطيت، ومع العلم صعدونا فوق البيت هددونا بالقتل، حط مدوا سلاح علينا وما اعترفت زين، ما اعترفت على فلس واحد زين، صادق دينار واحد ما اعترفت عليه زين، ومشينا مشينا انا متاكد زين، لان الاستاذ ابو عمر زين يعني لو اكو مثلا حفره او فرشين بين ماخوذات هن على حطتهن زين، وفتره طويله طالع فوقهن زرع زين، ف يعني مبين لو دي فوق منهم فتت اني وما اعترفت عليهن اني، كان اشوف ابو عمر كان اتفاق بيني وبين سلوان وبين اخويا الاصغر مني زين، انه اي تحقيق اي واحد لازم منه ويتحقق وياه زين، ويضغطون عليه انه يقولوا له مثلا فلان اخوك زين دلانا تعترف ها، نعم نوديهم على مكانات وهميه، وفعلا هذا اللي صار زين.
جمعونا، احنا ما كذب عليه جمعونا، فاني وصلت الفكره لاخوي على المكالمه الوهميه المتفقين احنا عليها. زين ايه، ومحمد ما يندلهن زين، ومثل ما يعني اول مره رسموا للمكان وهذا رسم خلونا ارسمه بيدي زين، واخوي هم رسمه بيدي ومناخذوني زين، دليتهم على المكانات الوهميه، ما دليتهم على مكانات صحيه وبيها فلوس زين. فانا ترى الحديقه مو دي عند ذاك الكبر يعني شفتهن. نعم. وزين وقاموا يعني يفرون بينا يعني يمشون بينا داخل الحديقه، ففتت من يمين بقت عيني عليهن بعد الموجودات زين. والتحقيق وياي صار على المبلغ هذا، يعني لو يومهم هذا المبلغ ايش يحققون وياي؟ وعليش يعذبوني؟ وعليش يهدون علي تكرم كلاب؟ صح. زين وعليش 100 مره يقتلون يعني زين، ما هم شاملوا شاليهن مشوا. فقلت لك يعني اني واخوي الاصغر مني والولد كلهم يعرفون، بس هم ما اعرف ما حد هجا. انا احكي لك الصحيح، وانا من بالنسبه لي زين لنا لو موجودات، والله والله انا من جني مالي يعني خاف احد يفكر انه انا ما مستفاد من عدهن او عندي طمع به زين. انا لو عندي طمع بين اقدر اشيل من عدهن لنا، وانا الوحيد اندلهن صادق زين، وهو بغير مكان يطلع، وانا كل النهار بالمزرعه اشيل واحد ضمه بصفحه لو عندي طمع بيهن. انا ما عندي طمع بيهن يا ابو عمر والله يا ابو صالح. بديت انا هسه وانا حالي يعني معروف يعني زين، وهو قاعد ومتنعم ومتونس وعايش احسن. ما تدوم ابو صدام ودعتك، ما تدوم فلوس الحرام، ما تدوم مال حرام، هذا مال الشعب. اي يعني مبيوق من الشعب. إيه. مال حرام وشماله شعبها مو من واحد، يعني هذه فلوس مو فلوس الرئيس، هذه كانت فلوس الشعب وخصصها وأمنها للمقاومة، ولهذا المقاومة ما كملت. يعني تعرف المقاومة يراد لها سلاح ويراد لها شغل زين، يعني خو ما يجي واحد عنده 30 شاجور يخلصن وبعدين صحيح يخلص ويروح. فهذه الفلوس تقدر تشتري بها سلاح، تجيب يعني خطوط امان، كل شيء تسوي بيها. بس واحد يجي ياخذها، يجي واحد ياخذها وينهزم ويرتاح وراسه بارد، وابنه يطلع عن طلع صورته لازم الدفاتر شامرهن على الميز. يعني يعني اني لازم يعني ادعو عائله الرئيس صدام الله يرحمه، واذا دا يسمعون صوتي يرفعون دعوة عليه. نعم. يرفعون دعوة رسمية عليه، على هذا سلوان زين. اي والله. وخلي يثبت بأنه هذه الأموال منين جابها. منين جابها؟ خليه يحكي مصدرها منين، احنا نعرف منين جابها. ماله هو بيتنا كله كان ب 300,000 دينار عراقي. فأني منين جابها؟ فأني إذا أسأل عائلة الرئيس المقربين رغد أو أي شخص من العائلة المقربين، تعالوا يابا ارفعوا دعوة، هذا الشخص كان من ضمن يعني الناس المقربين للرئيس، ساعي بريد كذا زين، تعال من لك هذه الفلوس؟ أنتوا يا الحكومة التركية من حط هذه الأموال ما سألتوا مين شون ليش؟ بس ولو شوف سبحانه وتعالى هم يعني يعني ترى تركيا انبنت تقريبا من اموال الحرام، كل حراميه العراق تلقيها بتركيا. نعم. وده تشوف حضرتك هسه ده يصير بتركيا. يصير الدمار والله. يعني الله ما ينزل هاي الزلازل ولا هذا اذا ما اكو شيء يعني عظيم يعني بالبكاشيه حافظ منه. صح. زين. يعني شيء مو زين، يعني مو شيء زين، لو اكو شيء زين ما تصير هاي الامور، ما تصير هذه الامور، ما تصير طيب ابو صدام دي يسالون الناس. نعم. يعني هذا الامر. نعم. متروك لك، شنو منصبك؟ نعم. شنو منصبك كان او شنو شغلك كان ايام قبل الاحتلال؟ اذا تحب تذكر اذكر، واذا ما تحب. نعم. لا ما 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 اخفي هذا الشيء ولا خايف انا من شيء. انا كنت بالحمايه ويا معدي ويا زوجة الرئيس ويا العائله.
هي ويا معدي بنت عمي ساجدة خير الله تلفاها، انا وياها كنت لحد يعني انا اقول لك صارت مشكله قبل الاحتلال سنه او سنتين، ف يعني طلعت مثل ما يقول ينسجن يطول او ينحكم. نعم زين، ينفصل من عمله، فاني وقتها انفصلت من عملي بس رجعت على عملي، بس ما رجعت على نفس المكان. شكرا. يعني رجعت على مكاني بس ما رجعت اشتغل ويا العائله، رجعت يعني على الدار. انا ما حبيت ارجع يعني، هم رادوا من عندي عرفوني ومعدي تعرفني حق المعرفه. نعم زين، وبس تريدني يا جماعه، بس صارت مشكله احنا بينات العمام عائله، اي مشاكل عائليه صارت، صار مثل الزعل يعني شويه، فطلبوا مني انه ارجع الحمايه كلهم، قلت لهم ما ارجع انا بالوقت الحالي لحد ما صار الامر هذا عملي. زين، سؤال يعني شيء يعني بس نريد تفضل. الناس تريد تعرف يعني حتى نعرف العراق وين وصل، ويقولون ليش العراق الله ما دي يوفقه. يعني شوف حضرتك أخوك سوى بيك، مو بس بيك، بأخوتك كلهم. حتى العشيرة دمرها. زين، دمر العشيرة وكذا. أكو قصة أنا سمعتها أريد أسمعها من عندك، باعتبار حضرتك كنت قريب على سيدة ساجدة زوجة الرئيس. هل فعلا كان عندها بيت وأوصت ببيعة لأن كانت محتاجة، وشنو اللي صار من هذا الموضوع؟ أنا أحكي لك قصة البيت هذا مفصلة يعني. نعم، مو أحسن؟ تفضل. البيت هذا تدري إحنا من شاد تصير يعني حروب، مثل أمريكا تهدد إنه راح تضرب العراق. نعم. يعني تضربه بالطيران، يعني مو مثل هالمرة جو احتلوا كانوا يضربون بالطيران يخصفون. نعم. أمريكا راح تضرب، فعندنا مواقع بديلة. نعم. المواقع البديلة يعني تكلف معدي، كلف ناس زين انه يشتروا لها بيوت وسجلهم. يعني انا تعجبت شلون مسجلته باسمه ابن اخويا. نعم. ولا هو يدري. فالمهم مسجل باسمه بيت بغداد. طيب. اي صارت الامور وصار الاحتلال وصار الوضع بال 2006 2005 ما ضاق السنه بالضبط. نعم. فاكو اثنين من البعاجيل يشتغلون، هي هاي شغلتهم يحبون إنه يشتغلون بالعقارات خاصة مال بغداد، لأن بيها مثل ما يقول فائدة لهم. يعني نعم. عقارات بغداد غالية. غالية صح. معروف أنا. خاصة المناطق الراقية. إيه جو علي يعني بالمزرعة. نعم. سلموا وقعدنا شربنا شاي، فقالوا أكو بيت باسم أخوك أو ابن أخوك، قلت لهم شو اسمه؟ قالوا مظفر عدنان إبراهيم. نعم. إيه ف. قلت له مش بيه هذا البيت، قلت له ما عندي بيت، منين البيت ببغداد؟ طيب زين، قالوا لا بيت ببغداد. المهم قلت لهم، قالوا حتى جنسيته عندنا. نعم. شوف كيف تتأكد هو او مو هو. قلت لهم شوفوني اياها. المهم شفتها للجنسيه. طيب طلعت الجنسيه مزوره، جنسيه باسم مظفر عدنان ابراهيم، والصوره مو صورته. زين. صورة واحد من قرايبنا، يعني مو من بعيد، من قرايبنا قريب علينا حيل بالقربة يعني. نعم. من البيجات بقول لك. المهم فأني شفتها ضحكت بسمت، قلت لهم تقدرون تجون هالحكي تقريبا بالعشر الصبح، تقدرون ترجعون علي العصر أريد أشوفكم من ضفر. خوش لا تحجون يوم مباشر، قالوا ما يخالف. المهم صار الموعد على 4 العصر، طابرت مظفر، اجى مظفر هو واخوته. المهم جو الولد قعدوا. المهم قلت لهم اعرفكم هذا مظفر عدنان ابراهيم. طيب فالناس انصدموا يعني بالصوره بالجنسيه المزوره غير شكل، يعني مو هذا الشكل. زين. المهم قلت لهم عاد نشرب شاي، شربنا شاي، قلت لهم هسه اذا احكي لكم هذا الشخص قرابتنا مزور هاي الجنسيه. زين. نعم. مزور هاي الجنسيه
ويريد يبيع البيت من ظهر مضطر، وهذا مضطر الحقيقي. قالوا شلون هيش؟ قلت لهم هذا اللي صار. أهم زين جيتوا علي تاني اكشف هاي مثل ما يقول هذا التزوير وهذا العمل اللي جاي يصير. ايه فقالوا عندنا رأي. قلت لهم قولوا. قالوا احنا نريد نقعد ويا هذا الشخص اللي يدعي هو مضطر زين، ونحضر له فلوس زين، وريد مضطر حقيقي طب علينا على المكتب مال العقار. نعم. قلت لهم خوش فكرة هاي. قالوا تعال نقول له شلون تزور وشلون تكذب. المهم فقلت لهم تمام. أنا بكتها عندي شغل. قلت لهم سووا هذا الأمر مضطر، سمعت هذا الكلام؟ قال نعم. قلت له بينك وبين جماعة صار تقعدون بالمكتب وتطب عليهم وينكشف الأمر؟ قال تمام. ففعلا صار هذا الأمر زين. باع البيت بست دفاتر لأن هو ما أخذ دافع بي لا جر ولا بسامير، فمثل ما يقول البيت يسوى ملايين يعني، يسوى يجوز فوق مليون دولار أو مليون دولار يسوى يعني البيت. نعم. بس كان الوضع أن الأموال محجوزة بتنباع الحاج نص قيمة. صح. المهم صار خلاف بينه وبين أبوه المضفر، صار خلاف يعني يصير مشاكل بين الأخوة. المهم عافوني على صفحة. قاموا يترددون على سلوان عدنان وولده. فعرفت أنا أكو شيء. نعم. المهم متصلين بموعدة خبر البيت إيش مبيعه على أساس هم أمناء وعلى أساس هم زين ما يخبرون الأمانة ويبيعوا للبيت ويجزونهم يجزون فلوسه من هالسوالف. المهم والله سووا اللي يريدون. أنا ساكت أتفرج على الموضوع بس تري ما عندي اتصال ويا العائلة تقول لهم لا أنا ما ضم هذا الأمر. ولا عندي اتصال يعني من المقربين لهم. المهم قلت يجي يوم زين أقول لهم هذا الحكي صار. المهم قاموا باعين البيت مليون ومية أعتقد، تدزول هالمية لهم عدي. نعم. زين وحط المليون بالجيب زين. لا حول الله. تقاسموا للبيت مليون دولار أو أكثر. سلوان قام يصعد عدا هاي المالية الكبيرة اللي عنده زين، قام يشتري أشكال وألوان سيارات وغيره، ومضفر وكذلك وعدنان وكذلك زين. قاموا يبنون بيوت وقاموا يرتبون. تدري مبلغ مو هين مليون دولار، مبلغ كبير زين. فهاي قصة البيت زين اللي هم مؤتمنين عليها. هاي قصة البيت جيت لك اياها كلها. والله يا أخي يعني الصدمات يعني إذا تشوفني يمكن أني تتذكر أيام سيارات البرازيلي من تفور الراديتر شلون تطفر مي هيك ترى دا فور عني. والله كنا مثلك يا أخي والله كنا مثلك. نحمس بروحنا حمس بس شو نسوي يعني، نفور ونخمد زين ونحاول أي طريقة يعني. أنا احنا شلون يحجون هيك بالبطولات ويحجون بالهذا وهم لا حفظوا أمانة ولا زين سو يعني عوفك من المادة يعني أمانة مثل رئيس الدولة. زين هسه السيدة ساجدة عرفت بهذا القصة هيك صار وياها؟ والله يعني بلكت تسمعنا هسه وتعرف لأن ما كانت تدري يعني ما حد قال هاي القصة احنا بس احنا نعرف يعني. باقوا زوجها الرئيس صدام الله يرحمه والناس المقربين منها وباقوها ولاد عمها. زين يعني يعني بعد الكارثة بعد شلون تصير يعني؟ لو غريب مو مشكلة نقول غريب هذا بس بالضبط نقول بالله ما مستفاد قبل او فلت شيء، بس انت كان لحم شتافك على قولتهم من خير الرئيس ولو ما الرئيس منه اصلا زين احد يشتري هاي البشرية كلها فلس. هذا الواقع. ما هو هذا انا ليش دا اقول لك دا فور يعني؟ بذاك الوقت مستفادين، بهذا الوقت مستفادين، ودا يبنون بطولات واحلام بالفلوس اللي باقوها على مود يسووهم شيوخ ومناضلين. بالضبط هالشكل صارت يعني عالمنا. من اقول دا يمشي بالمقلوب مو كذب يعني. نعم واكو ناس حتى تعرفهم على باطل ويمشون يركضون وراهم، وهذا هذا اخر زمان مثل ما يقول.
لا إله إلا الله. ما حد يحكي كلمة الحق، يعني حتى اللي يحكي كلمة الحق ما حد يريده. صح. زين ممدود وما حد يريده. اللي يحكي كلمة الحق زين. يعني شلون أنا ما أعرف شيء وظل ضامة، يعني شلون يصير يعني؟ أنا هسه زين لا طمعان بفرش شيء، أنا هاي شهادة حاصلها بقلبي. الله يبارك بعمرك، الله يبارك بعمرك. خلي الناس تعرف هذه الشهادة راح تبقى تتداولها الناس، وتعرف من الصالح ومن الطالح، ومن اللي يبيع بطولات اللي دا يشتريها بالمالات اللي باقها. نعم ترى أبو عمر اللي مديدة على ورقة، مو نقول يعني مديدة، هو خان الأمانة مثل ما مديدة على مبلغ كبير أو صغير، يعني هذا الأمر هي خيانة. خيانة إذا كان دولار ولا عشر ملايين. نعم هاي خيانة، والخيانة أنا هاي أشهد عليه. زين وسأل محمد قل له قد نقص بالصندوق الجاي، زين قل له قد النقص راح يقول لك الرقم. زين ومحمد زين ما يدري حتى زين إنه سلوان ماخذ هالقد فلوس من الصندوق. إن شاء الله احكي ويا العقيد محمد، يعني هذه كارثة، أقسم بالله كارثة. زين يطلع ويحكي بطولات ويحكي رئيس مقاومة وما أدري شلون، يعني ما الله ما أعرف يعني. رئيس مقاومة لا مسك لا هذه، ومفتوح الباب ويجي ياخذ المالات ويطفر ويبني ويعيش. هسه هذا ما يخالف هم باق وكذا، بس تكسر رقاب اخوتك من امك وابوك. شوف والله كسر، والله رب العالمين ما راح يهني، اقسم بالله. واسمع خبره ومو بعيده، اصبر. تهم باطله زين، يعني ما اعرف، المهم اريد تخلص من عندنا باي طريقه، باي طريقه اريد تخلص من عندنا. ما يجي يوم انه نحكي هذا الحكي زين ونتكلم. شوف اخويا ابو صدام، كل عائلة بيها لازم واحد، لازم واحد. انسوا هذا سلوان أخوكم، بس إجاكم أخ اسمه لطيف يحيى أبو عمر. الله يبارك بيك، احنا نعتز بيك ونفتخر بيك. والله العظيم مو مجاملة. الله يسلمك. أنا ما مقتنع يعني بيك حضرتك. أنا ما أطلع وأحكي وهذا، بس أنا مقتنع زين مليون بالمية اللي أرجع أشوف بعيني. ولا عندك أنت مصلحة ولا تدور، محتاج مادة ولا تحتاج ما الشيطان. محتاج غير رب العالمين بس وحق ربك. أنا لا فاتح دكان هنا أنا، ولا دائرة أخابر واحد ويتصل وأسجل له وابتس، هذا مو شغلي. أنا إنسان أشتغل ليل نهار، صار لي 30 سنة ما عندي حتى سبت وعطلع أشتغل، ما عندي، لأن أنا حب أشتغل. الناس يقولوا لي ليش ما تتقاعد؟ قلت لهم إذا تقاعدت يعني مخي راح يوقف، ومن مخي يوقف يعني متت، ما أعرف. فأنا أشكرك، يعني مو بالشكر، ما أعرف شلون أشكرك على هذه. الله يبارك الشهادة. هذا واجب علي انه انا اسويه. الله يبارك بعمرك. لازم ابين الحقيقه لك وللمتابعين كلهم. زين هذا واجب علي. يبارك بعمرك واولادك وعائلتك. ومثل ما قلت لك انسوا سلوان، عندكم اخ. الله يبارك. مو يقول لك رب اخ لم تلده امك، فهذا اخوك. نعم. اجاكم. نعم. وان شاء الله هذا الرقبه لكم. تشرف بي. الله يسلمك. الله يسلمك أبويا. أي شيء تحب تتذكره أو تتذكره أو راح تسجله أو من اللي باقى، هم إن شاء الله نسوي حلقة، نبقى على اتصال. الناس كلها تشكرك على صراحتك وعلى هذه الفعلا الشهادة اللي لازم كانت تطلع من زمان. الله يبارك بيك وبيهم ويحفظكم. وإن شاء الله أنا تدري يعني تدري أنا إذا أريد أحكي لك عن سلوان يجوز الباكر الصبح ما أخلص، فمثل ما يقول كل ساعة أحكي كم كلمة وأتذكر غيرها ورد أحكيها، يعني عقلي مشتت من الظروف اللي أنا بيها. أدري وزيان والحب اللي أنا بيه، فما
عذرا خاف يعني شوية كلامي كان مو مثل ما يقول متسلسل من بداية بالنهاية. أخوي أبو صدام حقك يعني الناس ما تلومك وأنا ما لومك على الوضعية اللي أنا أعرف الوضعية ماتك، وإن شاء الله قلت لك عندك أخ جديد جاكم للعائلة، سلم لي على العقيد محمد على أخوتك. الله يسلمك، أنا هم أعتبرك أخي يعني لو ما أعتبرك أخ ترى. الله يسلمك. ما أولاد في هذه الأمور. الله يبارك. ما أعرف ما يقول، تفاجأت بسليمان جدرية ابن حكيت وياه ويعني ما يريد يسمع مني ولا كلمة يعني. ما عندك صناديق، ما بقيت، ما نهبيت، ايدك ما انمدت للحرام، شو يسوي بيك؟ الحمد لله لا اكل خبز وبصل زين، ولا امد ايدي على مال مو مالي زين، وهذا مال الشعب وباكر عقبه اذا ما يعني لازم يطلع، اذا مو بيهم وباولادهم بالضبط يعني يطلع لازم هذا حرام. صح، مصدره حرام. صح. زين، فالحمد لله اني هسه زين شلون عايش الحمد لله، المهم لا بقت زين ولا كذبت ولا دورت زين بشهرة يعني ادور شهرة واحد يمدحني اعطيه فلوس يمدحني ويقول والله هذا فلان وفلان ادور شهرة، انا ما ادور هذا الامر ولا افكر به نهائيا زين، فانت شفت بعينك زين. كل الامور لا تهتم، يصير خير الله. واحنا اخوة عراقيين، ما يهمني من وين، من يا محافظة، أنا العراق كله أخوتي وأهلي، بس حضرتك بالتحديد وأخونا محمد العقيد محمد وأخوك الصغير اعتبروا أخ رابع إجاكم. الله يبارك بك، أنت شرف والله بيك. الله يسلمك وأخ عزيز ونورتنا بهذه الليلة ولو متأخر أنت الليل عندك. الله يبارك، أخذ راحتك ونبقى على اتصال إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك مرة ثانية على هذا المجهود اللي سويته الليلة معانا. متابعيك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يبارك. تصبح على خير. مع السلامة. يا عراقيين، شوفوا هذا الرجل. الشرف والغيرة اللي عنده، اللي طلع تكلم على أخوه ابن أمه وأبوه، اللي يشهد هذه الشهادة فهو نزيه بالقلب وبدمه بتربيته. وإحنا قلنا في كل عائلة أكو الصالح وأكو الطالح، وللأسف المادة والدولار أصبحت شعار هذا اليوم، المادة والدولار على حساب الأخ والقومية والطائفة والعشيرة والأخلاق اللي تربينا عليها احنا اللي بعمارنا. هسه صارت المادة أولا، المادة ثانيا، والمادة مليون، للمليون مادة، لا أخ لا أخت لا عائلة، زوج زوجته زوجة وزوجها، إن فعلا دينكم دنانيركم. شخص مثل هذا أخوهم يؤذيهم هذه الأذية، ورئيس العراق اللي حكم 30-35 سنة هذا البلد الله يرحمه، شفتوا الغدرة منين جتي؟ من الداير مدارة اللي أكله ومن خبزته، وزوجته سيدة ساجدة هم عضوها ومنها وبيها، ويردون العراق الله يرحمه. وأنتوا دا تشوفون حضراتكم هسه اللي موجود بالعراق شنو اللي دا يصير من كوارث، أب ينام ويا بنته ويحبلها، أخ ويا أخته، السرقات، البوق، التجارة باسم الدين، وبرا عندنا تجارة اسمها الرئيس صدام حسين، كل ما فتح له دكان ومزرعة، مزرعة تسبب
بالرئيس صدام وعائلته وعشيرته، وبالجهة الثانية مزرعة تطبل للسراق والحرامية اللي غدروا بالرئيس صدام حسين وعائلته وعشيرته بسبب الدولار. وأنا دا أتفرج على دولة ودا أتفرج على دولة وقاعد بالنص بيناتكم. هذولا المزرعة احترقت مالتهم، أما دولة فإذا رغت صدام حسين وأخواتها وأمهم ما سووا شيء لهذولا، يعني العبد الفقير لله إن شاء الله تحرك، لأن مثل هيك واحد لازم ما يشتم هوا. وخلي تركيا عودة تفيدك، يعني بسبب هذا رئيس دولة قصاصة ما وصلها للرئيس على مود يغير مكانه، كان يريد هو، يعني لازم نحللها بهذه الطريقة. هذا الشخص راد يتخلص من الرئيس حتى ياخذ المالات، يقول لك احنا خرب العراق، الامريكان طبوا، انا على شنو بالله ضحي لفلان وعلان، خلي اخذ المالات ادير وجهي واطلع. وبالمالات هذه عبر الزمن مثل ما سووا تجار الدم عندنا بالعراق هسه، اللي يشتري شهادة واللي يشتري سمعة واللي يشتري عشيرة واللي يشتري اسم واللي يشتري ويشتري بالمالات اللي باقوهم مين؟ من العراق. والعراق صاير حبل البوق وصاير بنق للناهبين، وانت واني واخوك واخويا الناس اللي ما متدخلين لا بالسياسة ولا ويا دولة ويا دولة، واقعين بالنص. ابن البصرة الى زاخو راح يقول له الكردستان خوالك ما اعرف شنو، لا مو خوالي ولا اريد ارقعهم حشاكم بالبرجلية، ما اعطون باقين الشعب، ولو ابويا الله يرحمه يبوق الشعب لا اسوي حلقات عليه. والكل تحكي بالوطنية، انا اش مستفاد؟ انا عندي شغلي، عندي بيتي، عندي اللي عندي، اقول طز بالعراق وباللي سواه، وانا شنو شغله اقعد واسكت وانتهى الموضوع؟ لا، أنا ابن العراق، تربيت بي، شربت من نهر دجلة والفراد، دافعت عنه وافتخر، ما أقدر أعوفه. اللي سميت ابني عراق على اسم بلدي، واللي سميت ابني الصغير صدام على اسم الرئيس، لأن عرفت هذا الشخص راح مظلوم، واللي ظلمه أهله. ومن كنت أقولها قبل بأنه اللي دمروا أهله كانوا يسبوني ويغلطون علي، وقاعد الأيام تتكشف بأنه القرايب أقارب، الأقارب أقارب، وفعلا وصلت إلى مرحلة بعد ماكو ثقة. وهذول اللي تشوفوهم اللي دا يحكمون نهايتهم تعيسة، لأن منهم وبيهم راح يدمروهم. الله يحفظك أخوي حمد، والله ما خلي مزرعة لهم، أقسم بالله. وخلي يسمع هذا سليمان فانيلة، يوال أنت هيجي تعرف البعوضة أجعصها هيج وخلي حتى الصوت مات العصارة ماتك تطلع، يا وجه البومة بعد ما شايف شي، بالقانون راح ألاحقك، بالدكان مالك راح ألاحقك، ما راح أخليك تشتم الهوى. يا شرطي خلي شوية سمعك من واحد يدز لك فلوس اش تحكي، خلي يسمعون الناس من يدز له فلوس، اسمعوا شي يقول من واحد يدز له فلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي العزيز. أسمع إيدك بيد محمد، إيدك بيد محمد، ما أعرف تعيش حبيب إن شاء الله نبقى أخوة. إيه وأنا سندك وأنت سندي. إيه نعم. والله يوفقك، ما
يكتب لك حجاية وحجيتين وثلاثة، وإنما الحجاية منك كم مريدها؟ سبع حجايات يكتب لك. لا سبعة ولا أبد، حتى بيت الله بريء منك. أغرقتنا بفضلك. هي. والله ما ننسى فضلك. نعم دائما نعم. نتحدث. شريف وأصيل وكريم، مو على مود مادة. لا يا أبا. أنت. لا. إنسان راقب كل معنى الكلمة. نعم. وليدك مندود الخير. شجاع، ترى الكرم شجاعة. إيه. مو كل واحد يقدر عليها، أكو ناس يملكون المليارات، هذول تعرف أنت الربع، ربعنا اللي دفنا عنهم. لتسمع على من بيحكي. البخل جبن. إيه. وأنت رجل شجاع. كريم بأخلاقك وبأصلك وبطيبتك الله يستر عليك، الله يحميك، الله يوفقك. ما أريد أقول أكثر من هذا. شو تريد تقول؟ مجدي مجدي إيدنا ورجلينا بحلقك وتحكي علينا، بس أقسم بالله ما أجوز منك. تعرف شنو ما أجوز منك؟ شفت هذا ابن المزرعة صار بيه؟ حتى شل الأطفال صار بيه هسه. أنت ما طولك طعنت بظهري وأنا كنت على نيتي صافية النية، مثل ما أي شخص طلب ووقفت وياه، وعيب أقول طلب، أقول أمرني، لأن المحتاج أنا أعرف شو يسوي، فما أريد المحتاج يروح بوق ويروح كذا. الله مفضل علي، شكو بيها شكو بيها، ما راح يذبحني ألف وألفين دولار ولا راح يجوع عائلتي. هسه طلعوا لي بقعد فلوس عدي. أي ما يخالف، تلفيقاتكم قصصكم أفلامكم ما راح تنتهي. سليمان جدرية أنا حطيتك براسي، حطيتك تعرف شنو براسي، وتعرف راسي الكردي من يقول ناء ويقفل والقفل يضيع بالبحر، يقفل يعني خلاص قفلت، قفلت صدق عليك يا وجه البومة. ما بقت عندك مواد، الناس كلها قطعتك، الناس كلها بطلت تخابرك، لأن ما بقى واحد ما سجلته. السيارات تسجله بس الدزة، العمامك حزب الدعوة اللي جندوك بالمحكمة، وهس أرقام تليفونات والمخابرات السابقة وضباط، لعد هذول الضباط اللي قاعدين كتلون، مين قاعدين كتلون؟ من معلوماتك أنت وغيرك يا عملاء، ناس قاعد تموت بسببكم، وأنت على مود 100 دولار و200 دولار. أنت تعرف أخليك تحصب مثل الطفل، راح أخليك تحصب من البداية، بعدين تأخذ جدري وتأخذ، تعرف شو راح أسوي بيك؟ بالجدر أسوي بيك جدري، أنت ودول السفلة ولدك، أوراقكم شغلاتكم كلها يمي، كلها وصلتني. تعرف إيش قد عندك أعداء أنت سليمان جدرية؟ تعرف إيش قد عندك أعداء؟ ما خليت لك صديق، ولك هذا حتى هذا اللي نابغة الدبلوماسية بالعراق، وزير خارجية زين ناجي الحديثي، هم سجلت له. هذا الرجل عندي قصة وياه من كان بالنمسا، إنسان شريف ونزيه، مع العلم أنا كنت معارض، بس وقفة رجل وقف، وإذا دا يشوفني يذكرني، وحكاها هو الجماعة وصلوا لي إياها. فالشريف أقول عليه شريف، ومثل سليمان جدرية إلا أخليك تحصب، تحصب ماكو شلون، الطفل لازم يحصب بالبداية، راح أبدي وياك من الطفولة تحصب، وبعدين كل شيء، وخلي فوردي ليفك أنت وولدك. دولة السرسرية اللي قاعدين يقفصون على العالم، ما أرجع وأقول وأكرر للمليون مرة، ألف رحمة على روحك يا صدام حسين، رحت وانغدرت
بيد أقربائك وبيد شعبك. قريد تسوي لهم كرامة أرضوك. أنا عمري ما عرضتك، أنا هربت من ابنك مو من عدك. بس الندم ما يفيد بعد، أبقى أترحم لك إلى أن الله ياخذ أمانته. ما عندي غير شيء أقوله، ما أعرف أقول غفر أغفر ذنوبي، ما أعرف، لأن عارضتك في يوم من الأيام أو عارضت حكومتك، أنا غلطان جل ما لا يخطئ، بس أنا ما عمري ما سبيتك أو غلطتك، غلطت عليك، وما أنسى فضلك علي لما خلصتني من الموت وخلصت عائلتي من الموت، وهذه بيها قصة طويلة. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة، وأشكر صبركم ويانا، متابعتكم هذه الليلة لهذه الحلقة اللي فعلا كانت مهمة. ومرة ثانية نشكر الأخ أبو صدام، احنا حاولنا بأنه ما نذكر الاسم، بس اللي عرفوه سمعوا صوته ووصلت الحقيقة للناس. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة، وإن شاء الله نشوفكم على خير.